شركه الاختبار؟ طبعا. وانت مكانك، وانت مكانك هنختار طبعا ثلاثه من الاخوه. أيوة. بحيث ان هم يتقدموا على الايه، على طاوله العمل. جميل. وهنسال سؤال في يعني سؤال في طبعا في اللي في اللي في الحلقه من الاشياء اللي تعلمناها، الاشياء اللي تعلمناها في اليومين اللي فاتوا. طيب هذه عليها يا جماعه مثل ما قلنا لكم 50%، بقيه الدرجات حتكون على الواقعيه والانضباطيه وحضور الفقرات والتفاعل معها والربح احيانا. اذكر التغيير الجديد في البرنامج اللي خلى للعقبه وضع مختلف، وايضا لغدا وضع مختلف، ولبقية الفقرات وللانضباطية وضع مختلف، اللي هو موضوع الخروج. واحد غادر، غدا بإذن الله تعالى مغادر جديد من الشباب اللي قاعدين تشوفونهم الآن أمامكم. من اللي حيغادر ما ندري، لكن أكيد أنه بنتضايق وهو يخرج من الباب مع نشيد واحد. ما حقول لكم من هو لأنه ممكن ينشد وهو يطلع كمان مع الباب. كلكم الله يعينكم، الله يعينكم. طيب الترتيب اللي موجود معي في الورقة أبذكره، الثلاثة اللي بذكرهم الآن يتوجهون مباشرة للمكان، ثم نتوجه لهم المهندس محمد. فيصل عبدلي، علي الكلثمي، علي بالروية. تفضلوا يا شباب، تفضلوا، خذوا أماكنكم. تفضل مهندس محمد بعد إذنك. أبو ريان بس استفسار. تفضل. 50%. تفضل تفضل. على التقييم اللي بيحطه المهندس. على التقييم بس الان ولا على حضور الفقره؟ كيف الامور شباب؟ حضور الفقره دائما. مرحبا مرحبا. الحمد لله. اتوقع الانضباطيه في الفقره الدرجه النهائيه كم؟ مهندس محمد انا بخلي لك المايك تاخذ راحتك، لكن الوقت اللي احنا قلنا تقريبا كل ثلاثه حياخذوا كم؟ ثلاث دقائق؟ ان شاء الله اقل من خمس دقائق. اقل من كذا. طيب توكلنا على الله. 3-2 المايك عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال، انا زبون جبت لك جوال مش شغال، اول شيء بتفحصه، بتفحص ايه؟ افحص هو شغال اصلا ولا لا؟ يعني بنفتح ايه؟ بنفتح الشاشه. تمام. وبعدين نفحص البطاريه نفسها. تمام. اذا هي شغاله ايوه خلاص نبدا نشتغل البورد نفسه. حلو. طب نفحص البطاريه كيف؟ نفحص البطاريه بالافيومتر هذا. الله يفتح عليك. على 20. تمام. وانت حضرتك هتفحص البطاريه، تفحص البطاريه على كم؟ على 20. تمام. في اي فولت واي مكان هنا؟ على 20 هنا هذه اسمه فولت 20. تمام. فولت الساب. تمام. طيب البطاريه السليمه تعطينا رقم من كم لكم؟ البطاريه السليمه تعطينا رقم من 300. الطاقه حقت البطاريه يعطينا من 3.7 الى 4.5. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. طيب حضرتك طبعا احنا ايه بنقول ان البطاريه بتاعتنا البطاريه بتاعتنا في عندك البطارية مثلا كمثال، لا كمثال بسيط جوال زي ده كده. تمام. جات لنا البطارية على الوضع ده. انت حضرت طبعا اول يوم. ايوه. تمام. عارفين ان البطارية بتاعتنا بتتوصل طبعا بدائرة هنا، في عندنا ست دوائر. عندنا كم؟ ست دوائر. ست دوائر. تمام. الدائرة اللي بتتوصل فيها البطارية، دائرة اسمها دائرة ايه؟ البوط. دائرة لا شحن. اي نعم. دايره الشحن في البدايه. معلش انا بغششهم بس عشان بقف معاهم، لان الراجل ده الشباب اللي هنا خلوهم براحتهم. تمام تمام. يبقى احنا اسمها ايه؟ دايره الايه؟ دايره الشحن. تمام. يبقى احنا عندنا البطاريه فيها موجب وفيها ايه؟ فيها سالب. وفيها سالب بنقيسها بالايه؟ نحط الموجب في الموجب. الله يفتح عليك. السالب في السالب. الله يفتح عليك. تمام. السالب والموجب. الله عليك. لا يفتح عليك. تفضلوا يا شباب، تفضلوا يعطيكم العافيه. كيف شفت التعب راح ولا موجود؟ الحمد لله. ما شاء الله.